مرحبا بكم في حلقة حديث اليوم لهذا اليوم اللي نلقي الضوء من خلالها حيال التطورات العدوان التركي في سوريا. فبعد نحو أسبوع من أعنف عدوان لتركيا والفصائل التابعة لها على مناطق شمال وشرقي سوريا، ما تزال قوات العدو عاجزة عن التوغل في المنطقة، وباتت تلجأ إلى الترويج لانتصارات وهمية لتعويض ما عجزت عنه ميدانيا، بالرغم من حجم الآلة العسكرية والبشرية المستخدمة في العدوان على شمال وشرق سوريا. في حين أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا للعمليات القتالية على كافة جبهات الاشتباك في شمال شرقي سوريا خلال 24 ساعة الماضية، وأشار البيان إلى مقتل 103 من عناصر العدو التركي والفصائل التابعة لها، إضافة إلى تدمير عدد من الدبابات والمدرعات. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ردا على مواصلة جيش الاحتلال التركي عدوانه شمالي سوريا، هذا وكانت قد طالبت قسد روسيا بفرض حظر جوي في الشمال بعد إبرام تفاهمات معها أفضت لدخول الجيش السوري إلى المناطق الخاضعة لحماية قسد. جملة هذه المستجدات سنعرضها للنقاش بعد أن نتابع التقرير، تفضلوا بالبقاء معنا. ثاني أكبر قوة في حلف الناتو تتحطم على صخرة مقاومة الكرامة في شمال وشرق سوريا. نحو أسبوع من أعتى هجمة للعدو التركي بأكثر من 100,000 عنصر من العدو والفصائل التابعة له، مدججين بأحدث الأسلحة وأقواها، ومدعومين بغطاء جوي وبري مكثف، وبمشاركة فرق متخصصة من الكوموندوز التابعة لجيش العدو التركي، وما زالوا يراوحون في مكانهم. في المقابل قوات سوريا الديمقراطية كردا وعربا وسريانا وتركمان ومتطوعي القبائل والعشائر العربية والكردية متسلحين بإرادة النصر وكسر العدو والذود عن أرضهم من هجمات العدو وأتباعه. مقاومة الكرامة كما أسمتها قوات سوريا الديمقراطية سطرت أعظم صور التصدي وملاحم الفتك بجسد المعتدين منذ الأيام الأولى لانطلاق العدوان على المنطقة وحتى الآن، موقعة قتلى وجرحى في صفوف العدو وفصائله صارت عددها بالمئات، ما خلف ذعرا بين تلك العناصر لتلجأ إلى سلاح الانتقام بالأعدامات وقصف المدنيين. المئات من تلك العناصر وفقا لشهادات المراسلين الميدانيين والصحفيين المحليين فروا من المعارك وتواروا بعيدا عن قياداتهم خوفا من العقاب، فيما تتكتم قيادة العدو والفصائل التابعة لها على أعداد القتلى والمفقودين والفارين وتمنع نظرائهم من التواصل مع عائلاتهم لكشف مصيرهم. إعلاميا يروج العدو وفصائله لنصر مزعوم وتوغل يدعونه في رأس العين وتل أبيض، لكن سرعان ما تنكشف أكاذيبهم، فالرأي العام لا يصدق مجرد تصريحات لا ترتبط بواقع منظور، ومحاولات العدو التهديد بضرب مناطق أخرى بعيدة عن ساحات انكساره كمنبجا وكوباني خير دليل على إفلاس جعبته من أي نصر. محاولة أخرى يقوم بها العدو لإرباك مقاومة الكرامة وتشتيتها من أجل فتح ثغرات تمكنه من التوغل، وهي عبر الإعاز لخلاياه النائمة بنشر الفوضى وإطلاق سراح إرهابي داعش من السجون التي تحرسها قوة سوريا الديمقراطية. لكن بالرغم من تمكن مئات الإرهابيين من الفرار، فإن الغاية من فرارهم لم تحقق للعدو ما يرجوه. معركة استنزاف للعدو يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية اعتمدتها مؤكدة أنها الخيار الوحيد في مواجهة استمرار العدوان، وبالرغم من الطعنات التي تلقتها من أقرب حلفائها في الحرب ضد داعش، تؤكد قسد أنها لن توقف المقاومة حتى تنتصر لشعوبها على أرضهم وتقطع عنهم دابر المعتدين. بداية مشاهدينا الكرام، نستطلع الوضع الميداني عن كثب مع مجموعة من الصحفيين الذين سينضمون إلينا من رأس العين والقامشلي ومنبج. نبدأ من رأس العين مع الصحفي أرهان كمال. مرحبا بك يا أرهان. الحديث عن تقدم ميداني كبير تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيقه في رأس العين، حبذا لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية، تفضل. مساء الخير لك وللمتابعين ومشاهدين قناة اليوم. ما أعرف هل الصوت جيد؟ نعم تفضل. حول المعارك في سوريا الكانية حصلت الآن في المعبر الحدودي الذي يقع في حي المحطة الذي يفصل بين مدينة رأس العين ومدينة جنام في نار التركية. نعم. المعارك حصلت الآن في المعبر
من المعبر وإلى محيط جازية المطر. هذه المنطقة التي تعتبر حدودية وفاصلة بين المعبر وبين مدينة رأس العين. المعارك انحصرت هناك، قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المدينة بالكامل وعلى بلدة الحلب بالكامل. المعارك انحصرت فقط في معبر الحدودي، هم تراجعوا إلى الجانب التركي وقوات سوريا الديمقراطية من الجانب السوري على الحدود. إذن أنت تؤكد لنا الأنباء التي تتحدث عن تحرير كامل مدينة رأس العين وتل حلف على يد قوات سوريا الديمقراطية، والآن المعارك مع الفصائل التابعة للعدوان التركي تنحصر فقط في المعبر الحدودي في رأس العين. نعم بكل تأكيد. طيب يا أرهان، ماذا عن حصيلة القتلى من العدو التركي والفصائل التابعة له؟ هل ثمة حصيلة؟ إلى هذه اللحظة لم يتمكن أحد من النظار أي حصيلة عن نتائج معارك اليوم، لأنها انحصرت في الحدود ولم يتمكن أحد من الوصول إلى عدد قتلاهم. لكن من جانبنا، من جانب قوات سوريا الديمقراطية، اليوم لم يكن هناك أي جرحى أو شهداء، لكن من جانب التركي لم يتمكن معرفة شيء عنهم. أرهان، كيف تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق هذا التقدم السريع في رأس العين؟ قوات سوريا الديمقراطية هم من أبناء المدينة ومن مكونات المنطقة، ويدافعون بشراسة وبسالة عن مناطقهم وعن بيوتهم وأهلهم، لذلك هم يحققون النصر على الأرض لأنهم أبناء هذه الأرض. أرهان؟ نعم أنا معك. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الصحفي أرهان كمال حدثنا مباشرة من رأس العين. والآن ننتقل إلى الشمال السوري مع ضياء التمر، الصحفي والمحلل السياسي. ضياء، أهلا بك. بداية حبذا لو تعطينا معلومات ميدانية أكثر حول الوضع في القامشلي وضواحيها، تفضل. مرحبا بك شادي وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. اليوم حقيقة الأوضاع الميدانية على قدم وساق، العمليات العسكرية مستمرة، هناك مقاومة شديدة تبديها قوات سوريا الديمقراطية ضد الهجمة الشرسة وهي الأعنف التي يشنها العدو التركي مع الفصائل الأذناب والمرتزقة التابعين للعدو التركي الذين جلبوا المحتل إلى أرضهم على وجاءوا على ظهور دباباته. ولكن هناك محرقة حقيقية لهذه الفصائل لا تعلمها أن أردوغان جاء للتخلص منها ورميها في لهيب قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن أرضها وبين شعبها. العمليات العسكرية مستمرة تحت غطاء من القصف الجوي والبري المدفعي المكثف من قبل قوات العدو والفصائل التابعة لها، خاصة في منطقة رأس العين، مدينة رأس العين والقرى المحيطة بها من الجهة الشرقية والشرقية الغربية. هناك المعلومات تصل من هناك عن أن قوات سوريا الديمقراطية تخوض معارك عنيفة حقيقة، واستطاعت أن تجبر قوات العدو وتلك الفصائل إلى التراجع إلى الخطوط الأولى التي بدأت منها المعركة وحصر المعركة في الجانب التركي وعلى الجانب المحاذي للحدود مع رأس العين والأطراف الشمالية لبلدة تل حلف أيضا القريبة من مدينة رأس العين. في تل أبيض أيضا هناك القوات، قوات سوريا الديمقراطية تخوض على أطراف المدينة معارك عنيفة مع قوات العدو، واستطاعت من استرجاع عدة نقاط خسرتها في وقت سابق أمام الآلة العسكرية والقصف الجوي لقوات العدو التركي. هناك لشدة المعارك وكثرة القتلى بين الفصائل التابعة له خاصة وبعض أفراد العدو التركي من الكوماندوز والآليات التابعة لهم، حقيقة يحاولون الإخفاء أو تمويه خسائرهم. هناك الإعلام التابع للعدو حاليا شبه مشلول عن عرض أي وقائع حقيقية لما يجري في ساحة المعركة. هناك تمويه على حجم الخسائر الكبيرة التي يتلقونها في تل أبيض ورأس العين. في المقابل يقومون بقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان المدنيين على طول الشريط الحدودي من ديريك المالكية في أقصى الشمال الشرقي وصولا
إلى مناطق كوباني وريف منبج، مرورا بالدرباسية وعمودة والقامشلي ورأس العين. هذه القذائف قذائف التي تأتي على الأحياء الآهلة بالمدنيين والقرى الآهلة بالمدنيين، أوقعت حقيقة عددا من الشهداء المدنيين والجرحى. قوات سوريا الديمقراطية تقوم أيضا بالرد على مصادر النيران على النقاط العسكرية داخل الشريط الحدودي وخلف الشريط الحدودي للعدو التركي، وتوقع إصابات محققة في صفوف العدو في تلك المناطق. العملية ما تزال مستمرة، يعجز إلى الآن ثاني أقوى قوة في حلف الناتو عن تحقيق أي تقدم عسكري ملموس على الأرض، وهذا ما يظهر من إعلام العدو نفسه الذي إلى الآن يستمر بتكرار المشاهد التي تم عرضها في الأيام الأولى عندما دخلت بعض الخلايا التابعة للخلايا والفصائل التابعة للعدو وصورت بعض مقاطع وأشرطة الفيديو داخل هذه المدن، ثم انسحبت منها تحت الضربات القوية لقوات سوريا الديمقراطية. جثث العناصر التابعة للعدو وعناصر العدو ما تزال إلى الآن ملقاة في أماكن خالية، لا يستطيع العدو إخلاء هذه الجثث، ولا تستطيع أيضا قوات سوريا الديمقراطية الوصول إليها لكثافة الغطاء الناري الذي تشنه طائرات العدو والقصف المدفعي على تلك المناطق. طيب يا ضياء، يعني نحن أمام تطورات ميدانية متسارعة والصورة غير واضحة وتبدو معقدة إن صح التعبير، كيف لك أن تبسط لنا المشهد اليوم في شمال وشرق سوريا؟ المشهد حقيقة استمرار العمليات العسكرية والوضع على هذا الحال سيصب في مصلحة قوات سوريا الديمقراطية، هي تحكم السيطرة تماما على الأرض في مناطق الاشتباكات، السيطرة للعدو فقط هو تفوق ناري بالقصف الجوي والقصف المدفعي، هذا هو التقدم الذي يحسب للعدو فقط. أما على بقية الأرض الميدان، التفوق لقوات سوريا الديمقراطية متمسكة جيدا في المناطق التي تسيطر عليها خاصة في رأس العين. رأس العين حقيقة أصبحت ملحمة لصمود قوات سوريا الديمقراطية أمام هذه القوة العاتية والآلة العسكرية الضخمة بكل تقنياتها. المشهد العسكري إذا ما استمر على هذا الحال أيام قليلة وسنشهد تراجعا كبيرا في مخططات العدو، وهذا ما تنم عنه أيضا التهديدات ومحاولة فتح ثغرات في مناطق أخرى لإرباك قوات سوريا الديمقراطية وفتح ثغرات لتوغل قواته في رأس العين. طيب، وتل أكبر. طيب شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. الصحفي والمحلل السياسي ضياء التمر حدثنا من الشمال السوري. والآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى بروكسل، إذ ينضم إلينا من هناك حسين عمر، كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. مرحبا بكم يا أستاذ حسين. نحن إذن أمام تطورات ميدانية متسارعة في شمال وشرق سوريا، كيف تنظرون إلى هذه التطورات كلها بشكل عام في شمال وشرق سوريا؟ نعم، تحية للمقاتلين، تحية للذين يدافعون عن كرامة الشعوب السورية وشعوب العالم كلها، تحية للذين يدافعون عن الإنسانية في هذه اللحظات والذين يربون بدمائهم الطاهرة الأرض الزكية التي يدافعون عنها، أرض سوريا. حقيقة ما يجري على الأرض الآن هي ملحمة تاريخية، يعني كان من المفترض حسب بعض التسريبات للإعلام التركي، كان من المفترض بين 24 إلى 48 ساعة أن يسيطر الجيش التركي ومرتزقته الإرهابيين السوريين على المساحة التي تفصل ما بين سريكانية وغريسبي، لكن هذه يعني الهجمة لم تأتي بثمارها كما أراد أردوغان وكما وعد ترامب. لذلك رأينا في هذه المرحلة وبعد انطلاق هذا العدوان الغاشم الإجرامي كيف أن الرأي العام العالمي بمن يعني هذه لأول مرة أشاهد حقيقة، يعني أبلغ من العمر ما هو
يكفي لكي أقيم هذا الأمر. لأول مرة أرى هذا الزخم، هذا التأييد، هذا التعاطف العالمي، إن كان من الشعوب أو من الحكومات أو من المسؤولين في كافة أنحاء العالم، مع ما تقوم به قوات قسد من الدفاع عن الإنسانية جمعاء، ما تقوم به قوات قسد من سطل الهجمات التي يقوم بها الجيش التركي الغازي مع مرتزقته الإرهابيين. هذا التأييد يبدو أنه قد أعطى زخما أيضا للمقاتلين، وأعطى دفعا للحكومات في الدول الأوروبية، حكومات المركز العالمي، كي تتغير مواقفها أو يكون أشد في بياناتها أو في حتى مواقفها. اليوم هناك العديد من الدول الأوروبية التي قررت بيع السلاح لتركيا، يعني حظر السلاح، بيع حظر السلاح لتركيا. أمريكا بدأت تقلق، حتى ترامب الذي يتلاعب باعتقادي ويحاول أن يمنع الكونغرس ومجلس النواب من أخذ قرارات حاسمة ضد تركيا، لكنه بالنهاية سيضطر إلى الموافقة على ما تقوله الكونغرس وما يقوله مجلس النواب حقيقة في سيضطر هذه المرحلة. سيضطر ترامب على فرض عقوبات على النظام التركي كما تفضلت. الكرملين اليوم عبر أو دعا إلى وقف العدوان التركي في سوريا. إيران رفضت العدوان التركي، تنديد عالمي، رفض عربي، الجيش السوري أيضا دخل على خط المعارك. يا أستاذ حسين، بات السؤال يطرح بكثرة الآن، هل تورط أردوغان كما تورط صدام حسين في الكويت؟ ما رأيك؟ حتى هذه اللحظة لا أعتقد. يعني تورط أردوغان هو بالحقيقة تورط منذ دخوله في المعمعة السورية، منذ دخوله شريكا في المقتلة السورية، منذ مساعدته للقوى الإرهابية هو تورط. ورط تركيا، ورط النظام التركي بأجمعه، ورط المعارضة التركية التي تدعمه في هذه اللحظات من أغلبية الأحزاب التي تدعي أنها كمالية أو علمانية أو ما إلى هنالك. هذه ورط الجميع، لكن هذه الورطة حتى الآن لم يظهر بوادر إنها ستؤدي إلى سقوط أو إلى ضربة كبيرة لأردوغان، لأن هناك بعض القوى العالمية ما زالت تؤيد. في الإدارة الأمريكية هناك الكثير من مؤيدو المقاومة هم أكثر، لكن هناك أيضا من هم يدعمون موقف أردوغان ويضغطون على ترامب، وترامب هو ذاته الذي يحاول أن يدعم موقف أردوغان في هذا العدوان، في هذا الغزو البربري الهمجي. يعني هناك بعض الأشياء ستظهر في الأيام القادمة إذا استمرت هذه المقاومة بهذا الشكل الأسطوري وبهذه القدوة. يعني هي قدوة فعلا، المقاومة قدوة لشعوب العالم، لي حتى في حركات التحرر الوطني العالمية لم تظهر هكذا مقاومة إلا إذا استثنينا بعض المناطق في فيتنام. مقاومة سريكانية البارحة وقبلها وما قبلها هي فعلا ديانفو السورية، أو ديانفو روج آفا، أو ديانفو قسد، هذا ما يمكن أن نسميه في هذه المرحلة. يحاول أردوغان أن يكسب الوقت، لكن أعتقد بأن الوقت ليس لصالحه بعد الآن، حتى لو كان هناك من يؤيده أو من يحاول إخراجه سالما من هذه الورطة، الورطة التي أوقع هو نفسه بها، لم يدفعه أحد ولكن هو الذي أوقع نفسه بها. أعتقد بأنه سيخرج، يعني ليس كما صدام حسين. صدام كان هناك معارضة داخلية قوية ضده، وكذلك رأي عام عالمي وحكومات عالمية ضده، لكن مع الأسف أردوغان ما زال هناك بعض المسؤولين في دول العالم يؤيدون موقفه. ولا ننسى بأن المعارضة التركية كما قلت قبل قليل، المعارضة الجبانة، المعارضة القومية الطورانية أيضا. الاتحاد الأوروبي أوقف تصدير السلاح إلى تركيا، روسيا وأمريكا قطبا العالم عارضا اليوم هذه العملية، إجماع عربي أيضا يا أستاذ حسين. نعم، هناك خطوات لكن بطيئة، هناك قتل هناك دمار، هناك دماء تسيل. دول العالم لا تهتم كثيرا بهذا الأمر. يبدو روسيا تلعب على وتر
أن تستطيع أن يكون قسد في مواجهة تركيا وعدوانها حتى تستطيع روسيا أن تسيطر على الأرض في شمال طيب. شرق سوريا. راح نسلط الضوء أكثر على الموقف الروسي وحقيقة الموقف الروسي من العدوان التركي يا أستاذ حسين إن سمحت لي، بعد أن نذهب لفاصل ونشاهد التقرير الذي كشفت عنه قوات سوريا الديمقراطية حيال حصيلة القتلى من جيش الاحتلال التركي والفصائل التابعة له. أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا للعمليات القتالية على كافة جبهات الاشتباك في شمال شرقي سوريا. لنتابع التقرير ونعود للنقاش. مع دخول العدوان التركي على شمال شرقي سوريا يومه السابع، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية صامدة على جميع الجبهات وتلحق بالعدو التركي خسائر فادحة في عناصره وعتاده. وفي البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقسد بخصوص العمليات القتالية خلال 24 ساعة الماضية، استطاعت قوات سوريا الديمقراطية وبالرغم من القصف الجوي والمدفعي للعدو التركي على مدينة رأس العين التصدي له ولفصائله المسلحة ومنعهم من تحقيق أي تقدم في المدينة، إضافة لمقتل 59 عنصرا منهم وتدمير آلياتهم ومدرعاتهم. وفي مدينة تل أبيض أسفرت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والعدو التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على الطريق الدولي ومحور بلدة سلوك ومحور قرية أبو صرة عن مقتل 42 عنصرا للعدو التركي، إضافة لتدمير دبابة وآلية مدرعة وسيارة عسكرية مصفحة. خسائر للعدو التركي والفصائل المسلحة التابعة لها في كل من مدينتي ديريك والدرباسية هي مقتل عنصرين من العدو التركي وجرح 14 آخرين، وذلك عقب رد قوات قسد على نيران القصف المدفعي من قبل العدو التركي. بيان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية كشف عن حصيلة الشهداء في مقاومة الكرامة، وقال إن 23 من قوات قسد استشهدوا وجرح 39 أثناء صدهم للعدوان التركي على جميع الجبهات في شمال شرقي سوريا. لنقاش أيضا معنا من بيروت الدكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الروسي الأوروبي. ومن جديد نرحب بضيفنا من بروكسل حسين عمر، كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. مرحبا بكم من جديد. لو بدأت من عندك يا دكتور خالد، سياسيا ما الذي تعنيه التطورات الميدانية المتسارعة في شمال وشرق سوريا؟ يعني مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم ولفريقك العامل، وبالنهاية يعني كل الحذر وكل الإجلال لكل من يستشهدون اليوم في النيران في سوريا، إن كان في الشمال أم في الجنوب أم في الوسط. اليوم يعني نحن نشاهد جزء من استكمال الغزو على سوريا من قبل الدول المحتلة التي هي دخلت باحتلال. ربما نجح الاحتلالات التي دخلت إلى سوريا بتجزيء المناطق وعدم رفع التضامن بين هذه المناطق لإحباط الناس وللسيطرة عليهم وإعادتهم إلى الحضيرة التي كانت قبل العام 2011. نحن نعلم عندما انطلقت التظاهرات كانت جمعة أزادي بما تعنيه حرية للشعب السوري وليس للكردي ولا للتركماني ولا للعربي. المشكلة في سوريا هناك فقدان للحرية، وربما اليوم هذه التطورات، لن أدخل في تفاصيل عسكرية في تقدم و يعني اندحار أو في عملية عد الشهداء، لأن شهداء سوريا أصبحوا بالملايين. المشكلة اليوم هناك تآمر على الشعب السوري من قبل الدول التي تعتبر نفسها هي لاعب في هذا الميدان، وهذا خاص بتركيبة جيوسياسية قادمة يحاولون جميعهم تقاسم النفوذ في قلب الملعب السوري. طيب. هذا الشيء قد بين من خلال
غض النظر الأمريكي والتوافق الأوروبي والتوافق الأمريكي والتوافق التركي على الدخول إلى هذه المنطقة. أنا لا يعنيني كل الكلام والشطب والمعارضات وتخلي عن السلاح ومنع وتقصير وعقوبات، إنما هناك لم يكن رادعا فعليا لهذه الدول منذ اندلاع الثورة السورية واستخدام البطش ضد المدنيين. طبعا التأييد يعني لهذه الحملة لا يمكن هو تجزئة التأييد هنا وإنكار هناك. نعم. كل الحملات العسكرية التي مورست ضد الشعب السوري هي ممنوعة، وبالتالي قبل أن أقول بأن روحاني هو المسؤول وبوتين هو المسؤول وأردوغان هو المسؤول، هناك من استدعى فعليا هذا القوى لتقتل الشعب السوري، هو النظام، هو الرئيس منذ اليوم الأول لاستخدام السلاح في سوريا. طيب. وبالتالي اليوم نتباكى على القتلى والتهديم ونشجب هنا وهناك. هناك خطة مبرمجة منظمة تحاول أمريكا كونها الماسترو أن تفوض أقسام من هذه الدول عبر الموافقة على اتفاقات أستانا واتفاق سوتشي واتفاقات كانت تجري من هنا ومن هناك، ومبعوث الدولي الذي تغير لمدة يعني مدة 8 سنوات بأربعة شخصيات، وبالتالي لم يكن حل فعلي للأزمة السورية. طيب. طبعا حبذا العفو للمقاطعة يا دكتور خالد، لو نفهم الموقف الروسي في هذه الأثناء أكثر، يعني روسيا اليوم في أي اتجاه تدفع؟ في ظل علاقات جيدة مع كل الدول الفاعلة في سوريا، يعني هي روسيا تلعب لعبة الرجل الذكي المتزاكي على الجسم المريض. روسيا تحاول أن تقايض أردوغان في إدلب مقابل شمال الفرات، لأنني قلت عدة مرات على محطتكم الكريمة هناك اتفاق سري، وربما الجلسة 13 التي كانت بين 12 اللي كانت بين تركيا وروسيا في أستانا كان واضح بأن الدخول إلى خان شيخون كان في البداية صعب، وكان هناك صمودا هائلا، ومن ثم خلال عدة أيام انهار هذا الصمود. لماذا؟ لأنهم وافقوا على الدخول، واليوم نحن نفس السيناريو يتكرر بمناطق شمال الفرات لكون أن التركي دخل بموافقة أمريكية بموافقة روسية. طبعا هنا التفسير ضمن الطرح والمصالح التركية تختلف كيف روسيا تحاول استغلاله وكيف أمريكا تحاول استغلاله. ربما روسيا تحاول أن تعمل مقايضة على فرض أمر واقع بقولها للإقراد، أو أن البارودة والنار التركية، أو الذهاب إلى رأس النظام، لأن النظام يستطيع بطريقة أو بأخرى أن ننشر قوات نظامية في المناطق الكردية تحت حجج معينة ليتمكن هذا النظام ويدخل إلى هذه المناطق، وبالتالي عندها روسيا تستطيع كونها الضامن، وروسيا لا يمكن الوثوق طيب. فيها كونها ضامن طيب. وبالتالي تحاول أن تقول لأردوغان أن أمنك القومي تم استبعاده، وبالتالي أنت لا تعارض على نشر الجيش النظامي. فاليوم الأكراد مرة ثانية ومرة ثالثة سوف يستخدمون في إطار طيب. لعبة الأمم، وسوف طيب. يدفعون يعني ثمنا غاليا. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيف من بروكسل يا دكتور خالد وسأعود إليك. استمعت إلى الدكتور خالد يا أستاذ حسين، لا أعرف إن كان لديك تعقيب، وأيضا كيف تقرأ تصريح الكريملين اليوم الداعي لإيقاف العدوان التركي في سوريا؟ يعني الحقيقة لا، الدكتور خالد حكى ما لديه وهو يعبر عن رأيه، هناك بعض الاختلاف في المواقف وفي الآراء، وهذا عائد للظروف الحالية باعتقادي. رسالة كريملين هي أيضا رسالة غير جدية. كريملين روسيا التي سلمت أردوغان أكثر من 100,000 إرهابي، وسلمته أكثر من 100 مليون مهجر، وسلمته عفرين، والآن تحاول أن تسلمه شمال
سوريا وكذلك سلمته الباب وعزاز وجرابلس وإدلب، ستسلمه أيضا قسما من الإدلب. هذا هو الكريملين الذي يدعي كل يوم شكل، لديه مواقف يومية متغيرة. الآن إذا تابعت ما تصدر عن الحميمين ستستغرب، على أساس أن روسيا هي التي راحت الاتفاق بين قسد وجيش السوري، لكن روسيا تعلن أو حميمين تعلن كل دقيقتين بأن هناك مطالب شعبية في شمال السوري بانتشار الجيش السوري فيها، ولم تكتب على صفحتها أبدا هناك اتفاق تم على شكل توزع هذه القوات أو أين ستصل. لذلك كريملين تلعب لعبة خبيثة تساعد أردوغان في هذه المرحلة، وهي التي أوقفت قبل يومين أو ثلاثة قرار مجلس الأمن، أن يصدر عن مجلس الأمن قرارا يدين بشدة هذا الغزو الهمجي، وهي التي تدفع الجيش السوري أن لا يذهب إلى الحدود. حتى الآن كما نعلم بأن الجيش السوري قد أخذ ثلاثة مواقع في المنطقة، التمر وكذلك منبج وعين عيسى، وهذه المناطق كلها بعيدة جدا عن الحدود، لا تستطيع أن تحارب، وحتى تركيا لا تضرب هذه القوات. لذلك هناك اتفاق تركي روسي على تقاسم سوريا، على تقسيم سوريا بين الطرفين. ما يهم روسيا الآن ليس الشعب السوري وليس الوضع في سوريا وليس إيجاد حل سياسي في سوريا، وإنما كيف سيكسب تركيا، كيف سيخلص تركيا من الناتو، كيف سيضم تركيا إلى حلفه إلى الأبد. وهذا صعب جدا. طيب. لأن تركيا ذكية في هذا الأمر وتلعب على الطرفين، لكن كريملين يبدو إنها في هذه المرحلة إنه يساعد حقيقة العدوان الهمجي البربري التركي على المنطقة، على منطقة شمال شرق سوريا بكل مفاصلها. هي تساعدها في حتى باعتقاد الأحداثيات الجوية، حتى في وجود بعض الضربات المدفعية، في كل شيء تساعد باعتقادي. طيب نعود عليك يا دكتور خالد، قوات سوريا الديمقراطية كانت قد طالبت من روسيا بفرض منطقة حظر جوي في شمال وشرق سوريا، هل هي بوارد تقديم ذلك برأيك؟ يعني أولا أنا لم أختلف مع طرح الزميل من بروكسل، لأنني حكيت في العمومية وليس في التفاصيل صراحة. والسؤال كان محدودا وليس في موقف الدور الروسي من العملية التي حدثت في شمال سوريا، لأنني موافق جدا، وروسيا كما قلت بأنها ليس ضامن، وهي بيّنت على مدى الفترات يعني الماضية هي تنفذ استراتيجية القدم، وبالتالي عندها هم واحد هو إعادة وتعويم دور بشار الأسد. لن ترسل الجيش حتى إلى المناطق لأنها تعرف جيدا لن تستطيع مواجهة الأتراك، طالما أنها وافقت ضمنيا على الدخول لهذه القوات إلى 35 كيلومتر أو 30 كيلومتر حسب الاتفاق الأمريكي السابق. بالطبع هناك الطلب شيء وعملية الحظر شيء ثاني، يعني روسيا لا تستطيع أن ترفع الحظر أو الورقة الحمراء بوجه أردوغان، وأردوغان يملك على الأرض قوة عسكرية حتى روسيا لا تستطيع الصدام معه من ناحية. من ناحية أخرى كما عرج الزميل على أن روسيا تعتبر أن التقرب إلى أردوغان هو عمليا ضمها إلى صفوفها، وبالتالي هناك مصالح كبيرة في هذا الحلف من خلال الاقتصاد الروسي الذي بات بوابته تركيا، وباب بوابته إلى إيران تركيا، لتركيا دور كبير مع هذه الدول التي هي تعتبر نفسها في مواجهة مع الأمريكان. وهنا المقصود والطلب كما تقول قاعدة حميميم، أن الشعب يطالب، أن الأكراد يطالبون، أن هناك اتفاقا تم
وفي الحقيقة عن أي اتفاق، وما هو الضامن، وكيف ستكون بنود هذه الاتفاق، وما مصير الأكراد، وكيف سيكونون هؤلاء الأكراد في الحل السوري، طالما أن اتفاق سوتشي واللجنة الدستورية التي وقعها كل من تركيا وإيران وروسيا لم يكن هناك ممثلون للأكراد، حتى الموالاة أو المعارضة، يعني إن كانوا في هذا الجسم أو ذاك الجسم. لذلك أرى اليوم بأن الأكراد يدفعون ثمنا باهظا، لأنها لعبة الأمم وإعادة الترسيم الجيوسياسي لفقدان الحل. ربما روسيا تسعى بهذا الوقت لتقديم حل انموذجي تسعى من خلاله الموافقة على هذا الحل من الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي الماستر، هي التي قلبت كل الأوراق، هي التي تعطل الأدوار الروسية، لأن روسيا لا تستطيع أن تقدم حلول. روسيا تعد بشيء، وبالتالي أمريكا ترى هذه الوعود غير كافية فتقوم بقلب الطاولة، وربما الورقة الشمالية لن يكون منها خاسرا بالدرجة الأولى سوى الشعب الكردي الذي نقول له اليوم لك السلامة. وكما كتبت اليوم في تعليق لي بأن الأكراد كان لهم السلاح وكان لهم الجبال الأصدقاء، ومحمود درويش يقول الريح صديقهم، ولكن أنا أقول بكل بساطة صديق الأكراد هي الموسيقى. طيب نعود عليك يا أستاذ حسين، إلى أي مدى على الرغم من كل ما تفضلتم التعاون ما بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية يساهم بتخفيف زخم العدوان التركي؟ يعني إذا كان هناك فعلا تعاون حقيقي، إذا قدم الجيش السوري فعلا على الأقل أن تصدى للهجمات الجوية، أعتقد بأن قوات سوريا الديمقراطية ليست بحاجة إلى أعداد من الجيش، ليس بحاجة إلى جنود، وإنما بحاجة إلى صد جوي ومدفعية طويلة المدى، وهذا ما تمتلكه أو ما يمتلكه الجيش السوري. إلا أن الجيش السوري باعتقادي لن يشترك، لأن النظام في دمشق مشترك في هذه اللعبة، مشترك مع روسيا في لعبة خبيثة مع أردوغان. اليوم أعلن الكريملين بأن هناك جهود مبذولة لأن يلتقي النظامين في دمشق وأنقرة وأن يتفقوا على بعض الأمور على مستقبل سوريا. يعني روسيا تعمل بشكل جاهد على أن يكون هناك علاقات بين النظامين في دمشق وأنقرة وتنتهي بذلك، يعني المقتلة السورية، هكذا تعتقد كريملين، وهذا الاعتقاد خاطئ. الجيش السوري لن يساعد، باعتقادي لن يستطيع مساعدة قسد حتى لو أراد، لأن هناك قوى، القوة الكبرى والتي هي روسيا التي تدير مفاصل كل شيء، السياسية والعسكرية في دمشق، هي لن تسمح لهذه المجموعة من السوريين إن كانوا يعني من الجيش السوري أن يدافعوا عن حدود بلادهم. باعتقادي هذا لن يتم في المرحلة، لو كان هذا ما فعلا يريده النظام لأرسل مباشرة جزءا من قواته مثلا إلى الحدود، إلى سريكانية مثلا لمساعدة ودعم المقاومين. ولكن قيل أن الاتفاق ضمن الاتفاق رأس العين وتل أبيض لم تدخل بالاتفاق ما بين قسد والجيش السوري، بين تل أبيض وسريكانية لم يدخل، لكن سريكانية يعني الاتفاق مبهم حتى الآن. أنا بالنسبة لي لا أعرف ما هي بنود الاتفاق وما هو الاتفاق حتى هذه اللحظة. أعتقد ليس هناك اتفاق بالأساس، هناك تفاهم شفهي، هناك ضغوطات قسد حاولت أن تظهر للعالم بأننا لسنا انفصاليين، بأننا سوريين أيضا بالدرجة الأولى، بأننا أيضا بحاجة إلى مساعدة. لم يقدم أحد لها المساعدة، الأمريكيون لم يقدموا، الفرنسيون لم يقدموا مساعدة حقيقية أو مساعدة على الأرض. الروس أرادوا أن يحتل أردوغان الجزء الشمالي من سوريا، لذلك أعتقد بأن وجود أو دخول بعض
من القوات السورية التي لا تتعدى يعني حتى الآن لا يتعدى 700 جندي حسب ما سمعت. 700 جندي ماذا سيفعل؟ طيب. ماذا سيقدم؟ يعني هناك بطاريات صواريخ جوية لهذه المنطقة تلزم هذه المنطقة. إذا كانت روسيا لا تقوم بحظر جوي والأمريكيون قد انسحبوا فأنا على النظام إذا كان صادقا، إذا كان وطنيا، إذا كان فعلا كما يدعي في إعلامه ويبربر أن يقوم بضرب الطائرات، أن يقوم بقصف المواقع التركية، أن يقوم بضرب الطائرات التركية، هذا ما سيثبت بأن هذا النظام هو نظام فعلا يدافع عن كل الأراضي السورية. لكن باعتقادي نظام متواطئ مع تركيا، نظام متواطئ مع روسيا، ومنطقة ما بين سريكانية يعني رأس العين وتل أبيض هي منطقة قد تخلى عنها النظام. وما الآن فقط قوات سوريا الديمقراطية هي التي تصد هجمات الإرهابيين وهجمات الغزو التركي العدواني الفاشي على هذه المنطقة. لماذا تم استثناءه كما سرب للإعلام؟ لماذا أليس جزء من سوريا حتى يستثنى هذه المنطقة الواسعة أكثر من 100 كيلومتر من التفاهم الموجود؟ هو ليس اتفاق وإنما تفاهم. أليس هذا ما تريده روسيا؟ طيب. كي لا نطيل أكثر على ضيفنا من بيروت يا أستاذ حسين، اسمح لي أن أنقل الحوار إلى الدكتور خالد. برأيك كيف ستنعكس العقوبات الأمريكية المفروضة اليوم على النظام التركي والتحذيرات أيضا على مسألة سحب القوات الأمريكية من سوريا؟ لا، أنا برأيي الموضوع يعني ولا أوافق الزميل في طرح، لأنه أنا أشعر بأسى كيف يتكلم الزميل وأنا قد أكون داخليا معه، ولكن في التحليل دعنا من كل التمني والترجي. ليس هناك نظاما في سوريا لا يستطيع هذا الدخول ومقاتلة القوات التركية. روسيا هي حليف منذ بدء العملية العسكرية على مناطق الأكراد، تم تشكيل الجيش الوطني الذي أطلق عليه، وكانت روسيا من أوائل الذين باركوا بهذا الجيش. ترامب تكلم بطريقة يعني إذا لاحظنا كل التويترات الذي نشرها بأن هو سوف يدمر، هو سوف يعمل، ولكن نحن لا نعرف ما هي المكالمة الشخصية التي قام بها مع أردوغان وكيف كلف أردوغان في طريقة الغزو. ربما هو يقول لأردوغان ألا تتخطى الحدود التي رسمت لها، وبالتالي بحال تم تخطيتها سوف أفرض عقوبات. العقوبات غير جدية. تركيا تحاول بطريقة أو بأخرى إعادة الإطمئنان والأمان إلى تركيا، لأن تركيا هي قاعدة استراتيجية، وربما التعامل معها من قبل أمريكا تم فقدانها. الأوروبيون موقفهم بحظر السلاح، السلاح يشترى وحتى يشترى من الروس ومن السوق السوداء، وبالتالي أردوغان هو مطمئن جدا لعملياته التي يقوم بها. النظام يبعبع بعبعة ويحاول استخدامها واستخدام الأكراد لشق وتوسيع الخلاف في هذه اللحظة. النظام لن يعطي الأكراد أنملة من الحقوق، لأنه حتى اليوم لم يقدم أي عرض فعلي منذ الثورة ومنذ قبل الثورة ومنذ انتفاضة القامشلي بال2004. طيب. لم يتحاور مع الشعب الكردي، لم يتحاور مع قادة الكرد، لم يعترف بوجودهم. فهذه اللحظة هم في لحظة ضعف، وربما يحاول الاستيلاء عليهم والإعادة إلى مناطقهم بطريقة روسية، لأن الروس هم من سوف يعودون، هم من سوف يضعون الروس في مواجهة، وبالتالي بحال واجه النظام الأكراد ستنعكس العملية كلها على الأرض، وروسيا ستفقد النظام وسيدخل الموضوع بفقدان وجود روسيا وإدخالها في معركة برية، وهذا لن تدخل روسيا من أجل طيب. هذا الطرف أو ذاك الطرف. معي دقيقة ونصف سنقسمها بينك وبين الأستاذ حسين. يا دكتور خالد، غدا جلسة لمجلس الأمن فيما يخص العدوان التركي على الشمال السوري، ما المتوقع من هذه الجلسة برأيكم؟ سيفشلها الطرف الروسي والأمريكي كما أفشلها سابقا، سترفع الفيتو.
أي حلول لسوريا سيكون الروسي بالمرصاد من خلال الفيتو، لأن لا يكون في روسيا أي حل لسوريا إذا لم يكون عابرا عن طريق الروس، لأن الروس فعليا هم في ورطة ويحاولون خلط الأوراق علهم يجدوا حل يخرجهم من سوريا. طيب أستاذ حسين تفضل. نعم، لا جواب في هذا الأمر، لأن الوضع اختلف قليلا منذ يومين حتى الآن، لكن يبدو أن روسيا ستلعب لعبتها، وحتى ترامب سيقوم بما يعني يترك اتفاقه مع أردوغان ساري المفعول باعتقادي. الأمل ليس في قرارات مجلس الأمن، وإنما الأمل هو في المقاومة الموجودة على الأرض، المقاومة الأسطورية، وإذا استمرت بهذا الشكل لا قرارات مجلس الأمن ولا أي شيء يمكن أن تمنع الانتصار على هذه الهجمة الشرسة على شعوب المنطقة، على شمال شرق سوريا، وليس على الشعب الكردي فقط. هذه الهجمة هي على شعوب منطقة شمال شرق سوريا بأجمعهم، حتى التركمان الديمقراطيين الوطنيين الموجودين في تلك المنطقة هذه الهجمة ضدهم. شكرا، شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإيضاحات من بروكسل. حسين عمر كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا، ونشكر ضيفنا أيضا من بيروت خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الروسي الأوروبي. والشكر موصول لكم السادة المشاهدين لكرم المتابعة أينما كنتم. إلى اللقاء.